عسلامة. مرحبا بك. فيك أكثر. أنا الدكتور رمزي العلاني، فارماسيان ماجور دو سونتي، صيدلي رئيس الصحة ومدرب في التنمية البشرية. عمري يتجاوز 48 سنة، لي خبرة هامة في ميدان التكوين والتربية والتنمية البشرية والعلوم الصحية النفسية. اخترنا باش نحكيو كيفاش نجمو نبعدو على العباد السلبيين. سهل برشا. قال نيكسون، قال الصمت تغلب الإنسان السلبي بالصمت، والصمت قوة. المهاتما غاندي أبو الهند باش غلب الإنجليز بالصمت. تعرف هم فيلم كبير اسمه المهاتما غاندي يقعد 4 ساعات، ننصحكم تفرجوا فيه، موجود على اليوتيوب. الفيلم هذايا الهنود يقفوا قدام الجنود البريطانيين يضربوهم بالعصي ما يعملوا حتى حركة. الجندي يتعب من الضربان، ضربوا 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 ضربوا. جا الجنرال الانجليز قال لهم ستوب اريتي. وقتها مهاتما غاندي عمل لا جروند مارش دو سيل، مشى من الشمال تاع الهند الى جنوب الهند مشيا على الاقدام. زعيم مهاتما غاندي يجب شبابنا الصغار يعرفوه، راهو زعيم ابو الهند، الهند العظيمه اللي هي توا قوه نوويه وقوه طبيه وقوه عالميه دوائيه. انا كصيدلي الهند قوه دوائيه، يعني 60% من الادويه اللي في امريكا هم صناعه ديميديكامون جينيريك، ادويه جنسه من الهند. نعم. كيفاش معناها كيفاش الصمت معناها هو ينجم يحكي معاك وانت تسكت؟ ليه الصمت بقوة، الصمت يعني بالتركيز بالكونسنتراسيون، مو الصمت السلبي. ليه الصمت السلبي هو جريمة في حق نفسك، يسمى الصمت الشجاع. هو كيفاش؟ خلينا نزيدو نفهمو أكثر. الصمت الشجاع أنك سا كومونس بار لو بودي لانجويجز، تسمع بودي لانجويجز مثلا لحيت الحركات لا بوستور، هذا كل مهم جدا. تعرف حاجة dans la communication seulement 7% du langage et 93% du body language. معناتها 7% كلام و 93% حركات. راهو نجمو نحن في تونس هذه بعد الثوره البائسه، ثوره 2011 اللي دمرتنا وخربتنا وهلكت البلاد، نجمو نعاودو نقفو. كيفاش نعاودو نقفو؟ بالعزيمه، نقفو بالامل، ازرعوا الامل في البيوت. شوفوا الناس جيراننا في فلسطين يموتون ويصيحون لن نستسلم لن نستسلم لن نستسلم لن نستسلم. أغلبية لي كوتش نتاع التنمية البشرية هو يقول لك تجاوز العبيد هذوكم جملة، ما تحكيش معاهم يعني ما تدخلش معاهم في جدال. نقول لك شوف، هو المؤسسين تاع الكوتشينغ هما سون دو غروند بيرسون، جون جريندر اند ريتشارد باندلر، ان ستاتيسيان اي ان ماتيماتيسيان امريكان. هذوما زوز ناس خدموا مدة 10 سنوات على لي ساكسيس ستوري في امريكا، وعملوا ان بواد دوتي اللي هما ندعوكم أن تتصلوا بالكوتش المعروفة الأستاذ إشراف قنفود، وهي زميلتي وصديقتي بالفيسبوك إشراف قنفود، تنجم تعطيكم توضيحات أكثر معمقة حول البودي لانجويجز لبواد دو تي دان كوتش. تعرفوا حاجة، إيفريوان نيس كوتش، كل واحد يستحق كوتش. شو قال هذه؟ قال بيل جيتس. شكون بيل جيتس؟ أغنى رجل أعمال في العالم. تعرف بيل جيتس المنقال اللي في يده 20 دولار، بينما الخليجيين المنقال اللي في يده ب 300 مليون دو دولار بالديامون. شوفوا الفرق. بيل جيتس ما يلبسش الرولكس، الرولكس خلاها للخليجيين، للي عندهم البترو دولار. نحيوهم الخليجيين، نحبوهم برشا. راهو يلزمنا نفهموا انه الدنيا عمرها ما كانت فلوس، الدنيا عمرها ما كانت فلوس، الدنيا عقلية، الدنيا ذهنية، الدنيا أفكار، قوة، عزيمة، انتصار على الذات، مغالبة النفس. بلاي كراتش عليه ساسوكي، تعرف شو الغنية بتاعه؟ ساعدي ساعد نساعد الجميع، ساسوكي قوة قوة الجميع. لو وجه في اليوتيوب تلقاها. الياباني هو ساسوكي، راهو ساسوكي احنا صغار
صلي 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 ذا التلفزه التونسيه ترجع ترجع تحكي على ساسوك شويه. راهو 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 سي تري امبورتون، راهو سومي لا بوزيتيف، ازرعوا الايجابيه، راهو مهم جدا. خليني نسالك سؤال اخر، بما انه الحوار هو قصير شويه وعندنا برشا اسئله بخصوص الموضوع. على راحتك. كيفاش تصنع سعاده نفسك؟ سهل برشا، كي تقوم الصباح. فايدة توا؟ مانيش فايدة. مثلا نحكي نيلي اكزومبل، مش انت. والله اكبر. نقول يا ربي سامحني. قول استغفر الله، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول بسم الله. يا سيدي يا سيدي كان ذاقت بك الحال، قول استغفر الله. الحمد لله. الاستغفار صحيح. دونك كي نرجعوا لربي، ربي ما يضيعناش، وربي راه ما يضيعش عباده، راه الناس الكل اللي خلقهم ربي، راه فما حكمة إلهية في الإنسان، ربي راه عظيم جدا، أعظم مما تتصورون، راه فما حاجة نقول هيك، السكرجي. السكرجي بتاع قلوس هذاك مريض، هذاك هذاك سيستم باسيون يخفي الالكول ايتيليك اللي هو سيستم ميديكامون شينوا. الالكول ايتيليك مش ميتيليك، ميتيليك بوزون. الالكول ايتيليك سيستم ميديكامون، سيستم ميديكامون. انتم اللي بار في شارع بورقيبه هذوك كل محلات لعلاج المرضى. لا كريز دو 18 دو ماتان، ازمه الساعه السادسه، يجي صوت على السادسة تلقى أزمة لهنا. علاش؟ الناس كل فادة قلقة مروحة من خدمها تعبة مهرسة. دونك فرهدوا تعلموا. إيجا 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 مرحبا مرحبا إيجا 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 عاود كيما يقولها عاود. صحيت صحيت برافو. شو معناها يا مسيو؟ معناها نشجعوهم على شرب الخمرة؟ لا نفهموهم. ما هو انت قلت لي يعالج يعالج لا حاجه، هو يعالج في نفسه من المرض اللي هو صنعه الروحه. نقول لك حاجه، لو فرضنا انه سكرنا البيران الكل، يلزمنا نعملوا اوبيتال رازي في كل معتمديه. لو سكرنا البيران نعملوا اوبيتال رازي في كل معتمديه، عندنا احنا 375 معتمديه، 375 اوبيتال رازي للمجانين. تحب هكا انت يساعدك؟ يساعدك تونس كلها مهبله؟ نو مي نو. علاش معناها اللي بطل شرب الخمر يهبل؟ ينجم. اما حاجه برك بربي يا شباب، راهو الزطله قاتله، الزطله قاتله. وانا عندي صديق اسمه سعيد الله يرحمه، مات اوفر دوز سيجار وزطله، قلبه سكت، الريكاردياك مات على البلاصه، خلى اربع صغار، خلى اربع صغار. الزطله راهي قاتله قاتله، ابتعدوا عن الزطلة. أي مادة مخدرة يعني؟ جميع المواد المخدرة هي مخدرة. شوف اون توكسيكولوجي توتي توكسيك، ريان ني توكسيك، سا ديبون دو لا دوز اي دو لا سيركونستونس. يعني كله سام، ليس كل شيء سام، هذا حسب الدوزة والكمية والوضعية. يعطيك الصحة مسيو، ميرسي على المعلومات القيمة. شكرا لكم. الدكتور رمزي العناني، اوبيتال منزل تميم، زورونا في منزل تميم كابون. شكرا وإلى اللقاء.